الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقتٍ وحينٍ وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم وفِّق الحُجَّاج يا رب العالمين لما تحبُّه وترضاه. اللهم أشملنا برحمتك التي تنزلها عليهم يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا واعتق رقابهم يا رب العالمين من النيران. اللهم اجعلنا وإياهم في جنات النعيم في مستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل الحجيج في ذلك الوقت يا رب العالمين يدعون لنهضة هذه الأمة وعودة مجدها تحت راية الإيمان والإسلام، واختفاء المنافقين الذين يجلسون على سدة الحكم في بلاد المسلمين. نسأل الله العظيم أن يوفق هذه الأمة إلى قائد رباني يقودها إلى الحق على القرآن وعلى السنة المطهرة، ويضعها على جادة الصواب، وتصبح أمة مهابة الجانب كما كانت في عهد نبيها وخلفائه الراشدين يا رب العالمين. اللهم آمين. وبعد، معاشر المسلمين، الشاعر يقول: أنا لست في الحجاج يا رب الورى، ما وصلناش إلى الحج، لكن قلبي بالمحبة كبرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا، لبيك اللهم لبيك. حتى وإن تناءت الديار، حتى وإن لم نقف على عرفات، حتى وإن لم نكن محرمين بالثياب، فنحن محرمين بالقلوب بالالتزام بأمر ربنا سبحانه وتعالى. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفا. قلوب الناس كلها تتمنى أن تكون في عرفات الآن. لبيك يا ربنا يا ذا الجود ما قلب هفا للعفو منك وبالخضوع تدثرا. نسأل الله أن يعفو عنا، وأن يعتق رقابنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المخلصين المقبولين يا رب العالمين. يوم عرفات اجتمع مع يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة إجاب منذ فجرها إلى غروبها، ويوم عرفات يوم مميز.
كل الأيام تبدأ عند ربنا من المغرب، أما ترون أننا نصلي التراويح في آخر يوم من أيام شعبان؟ لكن يوم الأضحى ويوم عرفة يختلفان. يوم عرفة يبدأ مع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم العيد. في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى أكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة، فلا يحق لأحد أيما كان، داعية، شيخ، أي شيء من هؤلاء الناس، أن يتفلسف على كتاب الله وسنة رسول الله. قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تظن رأيك هذا العاجز الناقص التافه أعلى من كلام ربنا أو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل إن الحق والحكمة والخير والصلاح في اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في يوم عرفة هو اليوم الوحيد على مدار العام الذي يكون فيه الكثرة الكاثرة التي يعتقها الله من النيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه وتعالى ليدنو دنو يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ثم يباهي بكم الملائكة بهؤلاء الحجيج ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ في يوم عرفة تتنزل الرحمات، في يوم عرفة يوم التجليات، في يوم عرفة هو أساس النسك. لما جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: كيف الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كلمتين، الحج عرفة، كلمتين ليه؟ لأن ربنا أعطاه جوامع الكلم. يوم عرفة اليوم الذي يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء مع يوم الجمعة، يبقى عندنا إجابتين، يعني الفرصة أعظم للمسلم أن يكثر من الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة خص بعظيم الأجر وجليل الثواب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده، يعني سنة ماضية وسنة مستقبلة كما في رواية مسلم. يوم عرفة هو اليوم المشهود الذي يذكر العباد باليوم الحقيقي عند لقاء الله يوم القيامة. في يوم عرفة تتجلى فيه عظمة الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء العباد من كل فج عميق يدعون إلها واحد بألسنة مختلفة، فسبحان من حرك القلوب وجمع الأجساد وعلم اللغات، ولا يخفى عليه الأصوات ولا تعجزه حاجة، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين سبحانه وتعالى. في يوم عرفة يذيق الله سبحانه وتعالى عباده المخلصين حلاوة الطاعة وبرد القبول. نسأل الله أن يذيقنا وإياكم هذه الحلاوة، حلاوة الطاعة وبرد القبول، اللهم آمين، وبرد عفو الله سبحانه وتعالى. إن آثار رحمة الله سبحانه وتعالى قد يكون فيها بعض الشدة، فما بالك
برحمته سبحانه وتعالى أو غضبه يوم القيامة. وقف سليمان بن عبد الملك وكان أمير المؤمنين آنذاك، ومعه عمر بن عبد العزيز، فشاء الله في ذلك اليوم أن يكون رعد وبرق وأظلمت الدنيا واشتدت الرياح، فإذا بعمر يضحك، فقال سليمان وهو متوجس خيفة من هذا الرعد والبرق وهذه الأمور: على ما تضحك؟ أما ترى ما نحن فيه؟ قال: هذه آثار رحمته، فكيف بآثار غضبه وسخطه؟ خذ بالك بقى، في يوم عرفة يذكرك بيوم القيامة، وفي يوم القيامة يجمع الله الخلائق كلهم من لدن آدم إلى آخر مخلوق، ولسان حال الأنبياء ومقالهم لكل واحد يذهب الناس إليه يقولون: إن الله عز وجل غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. في يوم القيامة، يوم عرفات يذكرنا بذلك، لكن عرفات تتنزل فيه الرحمات. في يوم عرفة إذا حضر الناس في الموقف في عرفة يباهي الله عز وجل بالحضور الملائكة بالذين حضروا من كل فج عميق، يقول ربنا: انظروا إلى عبادي. الله يحب عباده أن يكونوا طائعين لجلاله سبحانه وتعالى، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، يعني آثار التراب والعرق من الانتقال من منى إلى عرفات إلى مزدلفة، ما فيش وقت الواحد يغتسل ويغير، أتوني من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، وفي رواية: أني قد غفرت لهم ولمن شافعوا له. يعني لو أن حاجا هناك رفع يديه بإخلاص وقال: اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، نسأل الله أن يجيب فيلحقنا بذلك العفو، قولوا آمين. إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عشية عرفة نادى على بلال وقال: يا بلال أنصت لي الناس. 140,000 حاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى تقدير، وأقل تقدير 124,000 إنسان من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: يا بلال أنصت لي الناس. فنادى بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبرائيل، الملاك جبريل، أتاني آنفا، يعني جاء إلي الآن، وقال لي: إن الله عز وجل اطلع على أهل الموقف والمشعر الحرام، فقال: أفيضوا عبادي، فإني قد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فقال عمر: يا رسول الله، أهو لنا خاصة؟ هذا الأمر خاص بنا، لأن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الصحابة، أهو لنا خاصة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، هو لنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. قال عمر: لقد كثر خير الله وطاب. إن رحمة الله واسعة، لكن لا بد أن تكون في المحل الذي تنزل فيه رحمة الله عليك، لا بد أن تكون كذلك. هذا اليوم العظيم لما جاء عبد الله بن المبارك إلى سفيان الثوري وقال له: من أسوأ الناس؟ من أكثر الناس سوء في هذا الموقف؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. مهما تكن ذنوبك ربنا يقول في الحديث: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يبالي سبحانه وتعالى برحمته. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم كذلك. لكن العتق من النيران
ومغفرة الله ورحمته أهي خاصة بأهل الموقف؟ لا والله، إن رحمة الله بلا حصر وعتقه بلا حدود، لكن بشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ركز معايا بقى لأن ده عمل أنت هتعمله النهاردة، بس النهاردة بس تعمله. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم، يوم عرفة، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ثلاث حاجات: ما تسمعش قبيح القول، ما تسمعش الشائعات، ما تسمعش الأغاني والطبل والرأس، ما تسمعش الأفلام والمسلسلات. اقفل يا أخي الفيسبوك إذا كنت بتستعمله استعمال غلط في اليوم ده. نظف، نظف الايه؟ الثلاث جوارح دول. يملك ايه؟ سمعه، بصره، ولسانه. ماله يا رسول الله؟ غفر له وتأتيه رحمة الله سبحانه وتعالى ويعتق من النيران، ويعتق من النيران. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. من حفظ، في رواية أخرى عند البيهقي قال: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة، يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة. أرأيت ثوابا أعظم من هذا؟ ما فيش أعظم من كده ثواب. امسك لسانك، امسك لسانك في يوم عرفة، غض بصرك في يوم عرفة، لا تسمع حراما في يوم عرفة، احفظ جوارحك. إن فعلت ذلك ستكون من هؤلاء الذين تلحقهم رحمة الله ويعتق رقابنا من النيران. الأمر الثاني: الإكثار من التهليل والتكبير. فالعبادة في هذه الأيام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وليست مقيدة بالصلاة وفقط، لكن في كل وقت أعلن للدنيا كلها أنه لا كبير إلا الله. أكبر من مشكلاتك، وأكبر من أمراضك، وأكبر من رؤيتك، وأكبر من الدنيا وما فيها. سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى أكثر من أفضل دعاء قاله الأنبياء النبيين من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي ليتم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في رواية يقول خير الدعاء في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا دعاء؟ هذا ثناء؟ ما هو الدعاء نوعين، الدعاء نوعان: نوع ثناء على الله، والنوع الثاني طلب من الله. طب أيهما يأخذ أكثر؟ الذي يثني. ما الدليل على ذلك؟ يقول ربنا في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. هو الذي يعلم حاجاتنا ويعلم ما نريد، حتى وإن عجز لساننا عن النطق بها، لكنه يعلم حاجتنا سبحانه وتعالى. نكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم أكثر من الدعاء: وادع لنفسك بجوامع الكلم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم عافنا في ديننا وفي دنيانا وفي أهلينا وفي أموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم تقبلنا مع جمع الحجيج في عرفة، واجعلنا من المرحومين يا رب العالمين،
وارزقنا موقفا يا رب في الأعوام القادمة في هذا اللقاء حتى تنزل علينا رحماتك هناك يا رب العالمين. هكذا المسلم دائما نعم. ثم الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تحرك آلة لسانك آلة متحركة، مش رياضة هي، لا، لابد للسان أن يكون متواطئ مع القلب، انكسر لله سبحانه وتعالى. مهما تكن من عبادتك ومهما تكن من طاعتك لن نوفي الله سبحانه وتعالى حقه جل في علاه. إن أحد العارفين وقف في هذا الموقف وقال: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. انظر إلى هذا الدعاء العجيب، هذا دعاء عجيب جدا. يا رب أنت الرحمن الرحيم، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأدعية بالذل والانكسار، وقد دعا علي بن موسى في عرفة فقال: اللهم كما سترت علي ما أعلم، اللهم كما سترت علي ما أعلم. كل واحد فينا يعلم نفسه جيدا جيدا. اللهم كما سترت علي ما أعلم فاغفر لي ما تعلم، أنت تعلم كل شيء، اغفره يا رب. وكما وسعني علمك فليسعني عفوك يا أكرم الأكرمين، وكما أكرمتني بمعرفتك فاشفعها بمغفرتك لي يا ذا الجلال والإكرام. هكذا المؤمن في زمان موسى عليه السلام، انظروا إلى سعة العفو من الله سبحانه وتعالى. كان في بني إسرائيل في زمان موسى شاب أسرف على نفسه في المعاصي، فأخرجوه بنو إسرائيل من ديارهم، فخرج إلى خربة بعيدة عن البلد. ولما جاء وقت الاحتضار إذا بربنا يكلم موسى عليه السلام وقال: يا موسى اذهب إلى المكان الفلاني، خربة الفلانية، المكان الفاضي ده، المكان هذا حدده ربنا، فإن فيه وليا من أوليائي يحتضر، روح له عشان تشوفه ثم تجهزه وتغسله وتصلي عليه، وقل لمن كثر عصيانه للواقع في الذنوب كثيرا بين الناس يحضر هذه الجنازة لأغفر لهم واحملوه إلى قبره. فنادى موسى في بني إسرائيل فجمعهم، فلما وصلوا إلى هناك ورأوه قالوا: يا نبي الله، هذا هو الفاسق الذي كان بيننا وقد أخرجناه من ديارنا إلى هذه الخربة. فكلم موسى ربه فقال: ربنا يا موسى، إن هذا الرجل لما حضرته الوفاة نظر يمنة ويسرة عن اليمين والشمال فلم ير حميما ولا قريبا، عايش لوحده، ورأى نفسه في هذه الغربة وحيدة ذليلة، فرفع بصره إلي وقال: إلهي، عبد من عبادك غريب في بلادك، لو علمت أن عذابي يزيد في ملكك وعفوك عني ينقص من ملكك لما سألتك المغفرة، لكنني أعلم أنك عظيم العفو عظيم التجاوز كثير الرحمة بلا حدود. هو يناجي ربه سبحانه وتعالى مع أن أهل الأرض نبذوه، لكن رب العباد أبدا يفتح له الأبواب سبحانه وتعالى. وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات، يقول: وقد سمعت أنك قلت في كتابك إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لا تخيب رجائي واغفر لي واعف عني واجعلني من المقبولين. هكذا قال. ثم قال ربنا: يا موسى، أفكان يحسن بي أن أخيب رجاءه بعدما دعاني بهذا الدعاء؟ يا موسى
لو أنه قال في رجائه أن أغفر لأهل المعصية من أهل الأرض جميعا لغفرت لهم. هذه رحمة ربك سبحانه وتعالى. هذا اليوم فرصة عظيمة، فرصة عظيمة، وعرفة بالنهار وبالليل. اللي بيوقف بالنهار بس وبينزل قبل المغرب عليه دم عند الفقهاء، لازم يوقف جزء من الليل. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى جمع مزدلفة وقد وقف على عرفة ولو لحظة قبل الفجر، لحظة واحدة قبل الفجر، فقد أتم الله عليه حجه، يعني حجه صحيح. يعني أنت معاك من الآن لحد فجر يوم العيد تدعي بما شئت، وتمسك سمعك وبصرك ولسانك. إن فعلت ذلك فأنت في المكان الصحيح الذي ستتنزل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى والمغفرة. إن علي بن الموفق كان واحدا من 60,000 يحجون، ذكر صاحب الإحياء هذه القصة، واحد من 60,000. يقول: أخذني النعاس وأنا على عرفات فرأيت السماء كأنها فتحت ونزل منها ملكان، قال أحدهما للآخر: أو تدري بماذا قضى ربك هذه الليلة؟ قال: الله أعلم. ماذا قضى؟ قال: إن الله قضى أنه لم يقبل من الحجيج إلا 6 من 60,000، 6 من 60,000. تخيل أنت. يقول: ففزعت من نومي وبكيت بكاء شديدا، ومع الهم والغم غلبني النعاس، فنمت مرة ثانية فرأيت السماء فتحت ونزل الملكان هما، وقال أحدهما للآخر: أو تدري ماذا كان قضاء ربك في هذا اليوم وهذه الليلة؟ قال: الله أعلم. قال: إن الله وهب المسيئين للمحسنين فغفر لأهل الموقف كلهم أجمعين. هذه رحمة ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب أهلينا وأبنائنا وذرارينا وأحفادنا يا رب العالمين، وأن يثبتنا وإياهم على الإسلام. اللهم كل واحد فينا له حاجة أنت أعلم بها، فاقضها له يا رب العالمين قضاء يقربه منك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجمعنا مع نبيك المصطفى في مستقر رحمتك يا رب العالمين.